حمص 17/4/2012 استهداف أحد مساجد الأسرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا يا مسلمين ماذا حل ببيوت الله. حمص 17/4/2012 النظام لم يلتزم بخطة كوفي عنان وقف اطلاق النار. انظروا ماذا حل ببيوت الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اصبح المسجد دمار. هنا كانوا يصلون المسلمين. هنا سقطت إحدى القذائف. هنا المحراب. حسبنا الله ونعم الوكيل.